في سياق كوني يتسم بالتأثيرات المخصوصة للتغيرات المناخية على الأرض والتزاماً بالتنمية المستدامة، نظمت وزارة النقل واللوجستيك إلى جانب شركائها ورشة عمل مهمة نوقشت من خلالها السيناريوهات المحتملة لإزالة الكربون من وسائل النقل، لا سيما وأن القطاع يستحوذ على 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو مسؤول عما يناهز 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي وتطور حاجة المواطنين للتنقل. المغرب كيف تتعرفوا وتحت الرعاية السامية ديال سيدنا يولي أهمية كبيرة للاستدامة في جميع المجالات. النقل تيشكل تقريبا 30% ديال الانبعاثات ديال الغازات الدافئه، والمغرب منخرط باش ينقص من هذه الانبعاثات هذه باش نحافظوا على البيئه ديالنا وندخلوا في واحد النمو اقتصادي مستدام باش نحافظوا على الكوكب بالنسبه للأجيال القادمة إن شاء الله. الورشة بلورت جملة من الآراء والسياسات وتعطيل الرؤى بمشاركة مختلف الفاعلين بناء على آليات نموذجية فعالة تساعد على تقييم السياسات العامة المرتبطة بإزالة الكربون من وسائل النقل. نجتمع اليوم إلى جانب كل فاعلي قطاع النقل بالمغرب، ناقشنا كل السبل والاستراتيجيات وكذا التحديات لتنفيذ مشروع إزالة الكربون من وسائل النقل، رغبة منا في حماية الكوكب من انبعاثات الغازات الدافئة. نأمل بجدية أن نجد حلولا ناجعة ونتمكن من تخليص المملكة من ضرر هذه الغازات. مشروع إزالة الكربون من وسائل النقل مشروع طموح من أجل الحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، يشارك فيها المغرب إلى جانب كل من الأرجنتين، أذربيجان والهند.